للمزيد عن هذه الموضوعات معنا على الهاتف الأستاذ حسن أبو خزيم، محرر شؤون مجلس الوزراء في جريدة روز اليوسف. أحييكم، مساء الخير أستاذ حسن. مساء الخير حضرتك يا فندم، مساء الخير على الساده المشاهدين. مساء النور. يعني اليوم رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كلف ووجه بسرعه الانتهاء من هذه المقار وتوفيرها باسرع وقت. نتحدث عن مقار خاصه بجهاز الحمايه او جهاز الخدمه الوطنيه تشمل العديد من السلع في المحافظات. أهمية هذا المقر، كيف ستوفر على المواطن المزيد من التكاليف عندما يشتري المواد الغذائيه، وايضا تفاصيل اكثر عن هذا الاجتماع. بالفعل يعني زي ما حضرتك، هناك تكليفات محددة بالنسبة للحكومة وكذلك من رئيس مجلس الوزراء للسادة المحافظين بتوفير مثل هذه المقرات، وخاصة في أسواق الجملة بالمحافظات المختلفة. يمكن البداية ستكون من محافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة والإسماعيلية بتوفير هذه المقرات، وخاصة في أسواق الجملة إذا كنا بنتحدث عن سوق الجملة في أكتوبر أو سوق العبور، وبعض المقرات الأخرى ستكون في عدد من هذه المحافظات. الهدف هو ضبط الأسعار، يعني زيادة السلع إذا كنا بنتحدث عن الخضر والفاكهة والأسماك واللحوم. والمواطن أو المشاهد الكريم عارف أنه هو خلال الفترة الحالية هناك زيادة بالنسبة لأسعار الخضر والفاكهة والأسماك، ولذلك الدولة تتدخل لحماية المواطن. الدولة تتدخل لمنع استغلال يعني بعض القطاع الخاص للمواطن، وهو ده الشغل الشاغل بالنسبة للحكومة والدولة المصرية والقيادة السياسية. الهدف هو ضبط الأسواق وزيادة مثل هذه السلع في الأسواق حتى لا يكون هناك استغلال للمواطن. طبعا تخصيص هذه المقرات، طبعا تخصيص المقرات وكذلك منافذ البيع وكذلك تخصيص مقرات في أماكن يعني ملائمة بالنسبة لعمليات التخزين، كل هذه الأمور طبعا يعني إذا كنا بنتحدث عن ضبط الأسواق ومتابعتها دي أحد مسؤوليات السادة المحافظين. بالفعل صحيح. هناك يعني عدد من السادة المحافظين بيقوموا بجولات وما ذلك، ولكن عندما يكون هناك جهاز الخدمة الوطنية بيتدخل لهذا الأمر، ده الجهاز الوطني اللي هو بيوفر السلع وبيقوم طبعا بعرض هذه السلع للمواطنين بأسعار يعني متناسبة للمواطنين، عظيم جدا. المواطن فريسة لاستغلال البعض. وبالفعل هناك تكليف واضح من رئيس مجلس الوزراء للسادة المحافظين يعني المحافظة الإسكندرية والجيزة والقاهرة والإسماعيلية. نعم. يعني الحديث عن أربع محافظات الآن أستاذ حسن، هي القاهرة والجيزة وإسكندرية وإسماعيلية كما تفضلت، هل تم الإشارة إلى محافظات أخرى يعني سيتوسع الأمر وتشمل باقي المحافظات ومتى؟ نعم، هناك تكليف واضح بالتوسع في هذا الامر، والبدايه ستكون احنا عارفين القاهره والجيزه والاسكندريه من المحافظات الكبيره يعني في عدد السكان، ولكن هي دي التجربه الاولى وبيتم تطبيقها ان شاء الله خلال الفتره المقبله. طبعا من الصوب الخاصه بجهاز الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه توفير هذه المقرات، وبعد ذلك طبعا بيتم وانا اعتقد خلال ايام يتم تسليم هذه المقرات للشركه المسؤوله عن هذا الأمر. إن شاء الله. ماذا عن الاجتماع الآخر أستاذ حسن؟ يعني رئيس مجلس الوزراء اجتمع أيضا بوزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر فيما يخص تطوير المناطق والمعالم السياحية والأثرية في الأقصر، كيف سينعكس ذلك على السياحة هناك وتفاصيل أخرى عن هذا الاجتماع؟ بالفعل احنا عارفين الدولة مهتمة جدا بتطوير الكورنيش، والبداية طبعا يعني إذا كنا بنتحدث على العلمين وما ذلك خلال هذه الفترة، ولكن اهتمام الدولة والحكومة بتطوير كورنيش الأقصر نتيجة السياحة، والحمد لله السياحة بتزداد يوم عن يوم نتيجة الأمن والاستقرار، نتيجة عدد كبير من الشركات وما ذلك، وإن شاء الله متوقعين زيادة في أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة، وتعود السياحة كما كانت في 2010 و2009 إن شاء الله. ده الامر المهم هو تطوير كورنيش الاقصر بالاضافه للمحاور المروريه والميادين العامه في الاقصر، وكذلك هناك يعني تكليف واضح لمحافظ الاقصر بهذا الامر، طبعا عن طريق عمليات التطوير واحداث نقله نوعيه في عمليات التطوير اذا كنا بنتحدث عن مزارات وما ذلك، حتى تكون هذه المنطقه جاذبه بالفعل بالنسبه للسائح، والسائح عندما يعني بيكون موجود في الاقصر برضه هناك يعني عدد كبير من الرحلات السياحيه بيجد بالفعل
هناك مكان يليق بهذا السائح وكذلك يليق بالمواطن المصري اللي هو بيذهب للمناطق السياحيه داخل جمهوريه مصر. هذا ما نتمناه دائما لكل المعالم الاثريه في مصر في كل ارض مصر باذن الله، ويتم العمل على ذلك بشكل ملحوظ. بشكرك جزيل الشكر استاذ حسن ابو خزيم محرر شؤون مجلس الوزراء في روز اليوسف.